الله الله بالتيوس الطيبة. أنت تدري إن بعض التيوس الطيبة توصل قيمتهم 60,000 ريال؟ 60,000؟ وأكثر. وينك فيها أنت؟ وين ذا فيه؟ سوق الرياض هنيتاً. هذا ما قد رحت لأنت سوق الغنم اللي هنا؟ لا ما أعرفه. شيء هولات هولات يصحون منه. أنت تدري إيه؟ إن فيه تيوس بايعينهن 300,000؟ صدقك يا أبو عبد الرزاق، تيس ب300,000؟ ها عيال 300,000 ريال؟ عيال 300,000 قرش؟ تيس ب300,000؟ إي يبا تيس ب300,000، وينك في أنت؟ يا والله ذا الأمريكان ما خلوا شيء. أبو رشيد مثل ما قلت لك، ها؟ يب لك فحل وخلي يلقح أصخلتك، تجيب لك عنقان يتربون بعزك بدالها الوحدة اللي أنت فيها هذه كاتلتك كتل. هلا والله، هلا والله. على كم هالتيس؟ ما هو للبيع الله يسلمك. شلون يعني هو؟ هذا التيس طال عمرك إذا عندك عنز إيه؟ يلقح حرق للتلقيح فقط. تيس ما هو لعبة، تيس تلقيح؟ إيه تلقيح. وإذا أنك طال عمرك تبغى التلقيح الطيبة إيه؟ التلقيح الطيبة اللي ما بعدها نعم ب2,000 ريال مضمونة. هذه المضمونة. نعم. تلقيح يبقى ب2,000. تيس. وإذا صار تيس؟ أبتيس. ما حديتني على حلف، والله إني جاي من ديار بعيدة عشان هالتيس. لا إله إلا الله. بعد الرزاق. تلقيح تيس ب2,000؟ والله شديد، والله شديد. تيس الله يسلمكم. شوف راسه. تيس من التيوس المضبوطة. لا يبقى ما يصلح.